أهلا بكم في أعرف. عرف الإنسان بذر الكتان منذ زمن بعيد، والدليل على ذلك أن النقوش المصرية الفرعونية القديمة كانت تشتمل على رسومات لبذر الكتان، وقد أدركت الإمبراطورية الرومانية فائدته للجسم فوضعت قوانين تنص على تناوله بشكل منتظم. ومن خلال الأبحاث المكثفة التي تجرى في عصرنا الحالي تم إحياء شعبية وجماهيرية بذر الكتان لما له من فائدة وأهمية لجسم الإنسان. اليوم في أعرف سنتعرف على 8 فوائد يمكن أن يسببهم بذر الكتان إلى جسدك إذا تناولته بانتظام. 1- يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. أثبتت الدراسات الحالية أن بذر الكتان من الممكن أن يحمي من الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون، وفقاً لبحث كندي أجري على أكثر من 6000 امرأة. فقد اكتشف أن الأشخاص الذين يتناولون بذر الكتان باستمرار لا يتطور سرطان الثدي بخلايا جسدهم. يعد بذر الكتان مصدراً غنياً جداً بمركبات الليجنان، بحيث يشتمل على كمية تزيد أكثر من 800 مرة من أي نبات آخر، ويشتمل هذا المركب على مضادات الأكسدة وخصائص الأستروجين التي تعد فعالة جداً في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فيه تمنع حدوث الورم ونموه داخل الجسم. 2- يخفض من ضغط الدم. يعرف بذر الكتان بأنه يخفض من ضغط الدم، وقد أثبتت دراسة كندية أن الأشخاص الذين تناولوا 30 جراماً من بذر الكتان يومياً لمدة 6 أشهر انخفض ضغط الدم عندهم. كما ثبت أن بذر الكتان أيضاً يتم استخدامه كنوع من الأدوية الكيميائية ليكون بديلاً عنها. وقد كانت نتائج أكثر من 11 دراسة مجمعة عن بذر الكتان تؤكد أن تناوله بشكل يومي لمدة 3 أشهر يقلل ضغط الدم، وانخفاض الضغط يقلل من خطر الموت بالسكتة الدماغية بنسبة 10% ومن الأمراض القلبية بنسبة 7%. 3- يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يتناولوا أطعمة بها نسبة جيدة من حمض ألفا لينولينيك يكونوا أقل عرضة للأزمات القلبية ممن لا يتناولون هذا الحمض. واشتملت نتائج 27 دراسة احتوت على أكثر من 250 ألف شخص أن هذا الحمض الموجود في بذر الكتان يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المتنوعة بنسبة 14%. وبما أن هذا الحمض متواجد في بذر الكتان، فيجب عليك إذن أن تضيف بذر الكتان إلى نظامك الغذائي اليومي، لأن الجسم لا ينتج هذا الحمض وحده من دون اكتسابه من الأطعمة التي تحتوي عليه، وهو يقاتل أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة بالفعل. 4- يعزز من الحركة الصحية للأمعاء ويقوي من صحة الجهاز الهضمي. تشتمل الملعقة الواحدة من بذر الكتان على 3 جرام من الألياف، وهذه الكمية تعد حوالي 8-12% من الكمية الموصوفة يومياً، وهو يشتمل نوعين، النوع القابل للذوبان وغير القابل للذوبان. تبطئ الألياف القابلة للذوبان من معدل الهضم، وبالتالي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول، بينما تسمح الألياف غير القابلة للذوبان بالمزيد من الماء المرتبط بالبراز، مما يؤدي إلى زيادة حجم الماء وبالتالي براز أسهل وأكثر ليونة. 5- يساعد في التحكم بمستويات الكوليسترول. أثبتت دراسة أجريت على 28 شخص في الفترة ما بين عام 1998 حتى عام 2008 أن تناول بذر الكتان يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، مما يعطي فوائد مدهشة أكثر لهؤلاء المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم. واكتشف بحث آخر أن تناول 3 معالق من مسحوق بذر الكتان المطحون بشكل يومي لمدة 3 شهور يمكن أن يقلل من الكوليسترول السيء بنسبة 20% ومن الكوليسترول بشكل عام بنسبة 17%. وفقاً للعلماء يحدث هذا نتيجة لكمية الألياف الكبيرة الموجودة ببذر الكتان. ترتبط الألياف بالأملاح الصفراوية التي تفرز بعد ذلك من الجسم،
وهذا ما يؤدي إلى سحب الكوليسترول من الدم إلى الكبد لتجديد هذه الأملاح الصفراوية، وبالتالي ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم. 6. يقلل من الهبات الساخنة. أجري بحث ودراسة على 29 امرأة يعانون من هبات ساخنة 14 مرة في الأسبوع، وقد طلب من هؤلاء النساء أن يتناولن ملعقتين من بذر الكتان يومياً، سواء في العصير أو الطعام أو مع الفاكهة، وذلك لمدة 6 أسابيع. وفي نهاية الدراسة وجد الباحثون أن بذر الكتان تسبب في تقليل عدد الهبات الساخنة اليومية بمعدل النصف تقريباً. وإذا كنت لا تعرف ما هي هذه الهبات، فهو شعور المرأة بحرارة في وجهها واحمرار بشرتها وتعرقها لفترة قصيرة تتكرر في كل يوم، وعادة ما تكون هذه الهبات مصاحبة لانقطاع الطمث عندها. 7. يحافظ على ضبط مستوى السكري في الدم. يؤثر مرض السكري من النوع الثاني على أكثر من 6% من سكان العالم، بحيث تكون النساء هي الأكثر عرضة لهذا المرض. وقد تم إجراء دراسة لمدة شهر كامل لتفهم آثار بذر الكتان على مرضى السكر، حيث أضيفت كمية 20 جرام من مسحوق بذر الكتان لوجبات المرضى يومياً. وبعد شهر واحد اكتشف الباحثون أن مستوى السكر انخفض بنسبة من 8 إلى 12% في الدم، ويرجع السبب في هذه القدرة العظيمة إلى الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة فيه بكثرة، والتي تعمل على بطء إطلاق السكر في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر. 8. يساعد على ضبط وزن الجسم. تساعد بذور الكتان على تجنب الجوع، ويمكن أن تكون مفيدة في منعك من تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة كبيرة. وفقاً لدراسة أجريت على بذر الكتان، فإن إضافة 25 جرام من بذر الكتان المطحون إلى أي شراب يمكن أن يكبح الشعور بالجوع وتناول الطعام بشكل عام. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.